السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لأين؟ إلى طنجة. طنجة معنا السي عبد الإله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تعزينا الحار الأشخاص يدعونا. إن لله وإن إليه راجعون. تكشي ديك الحق الله العظيم يا أستاذنا ما كذبك أقسم بالله بأمري وحده. لا إله إلا الله. والله العظيم. لا إله إلا الله خويا. لا إله إلا الله. والله نقفية هذوك الناس يا والله أستاذ. ماتوا خويا أمنا حسين. كاين سكري هذوك الناس كاين سكري عادة كيصلوا العشاء وكينعسوا وكاين اللي مسكين مات هو ناعس ما فاقش ما حلش عيني ناعس. لا إله إلا الله أوصر بكاملها أوصر بكاملها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لله وإن إليه راجعون. الحمد لله على شنو الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يرحمهم ساكن الله يرحمهم قوية أستاذ قوية وخاصة الناس القوية أطروا لي من كيشوفوا ساكن ومن كيزيدوا في الصوت. لا إله إلا الله. الله يلطف يا رب. الله يلطف يا كريم. الله يلطف يا رب. الله يلطف يا رحمن يا رحيم. إن لله وإن إليه راجعون. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يرحمهم يا أستاذ. الله يرحمهم والله يخد العطارة يخد شدك انقربوا الله يجعل بي أستاذيهم. يا رب يا أخويا السي عبد الإله أنتم في طنجة أنتم في طنجة باش شعرتوا أخويا في ذلك اللحظة؟ أنا كنت بدي أقول لها أستاذ إيه الراديو كده كنقول ما عمر وقعت شي في إذاعة كيفاش؟ لا إله إلا الله. حتى ساعة كنشوف إذاعة مشات شي ربع ساعة وعاد ولاو الناس كيهضروا. أيه. كنسمع راهي. شرزوا ديال التليفون ديال الإنترنت ديال كلشي مشى. مشى كلشي مشى كلشي عيش من عيط الوالدية ناس كبار في الغرب حيت أنا من الغرب وخدام في طنجة. أيه. وما كيجاوبني حتى واحد كنعيط العائلة ما كيجاوبني حتى واحد في قنيطرة في الكلاس هنا في طنجة حتى واحد ما كيجاوبني. لا إله إلا الله. صافي زدت توتر مرة ديك الساعة واش كنشوف ذلك الأحداث اللي كيوقعوا وجاو عدلوا الأخبار مباشرة ديك الساعة في الدوزيام. أييه. منعش أستاذ حق لا إله إلا الله للبارح الدموع وباقي لذاذة حق أقسم بالله باقي لذاذة. أييه راه مصاب جلل راه الإنسان كيشعر بخوتو راه كان من الممكن احنا نكونوا في ضمام الأموات ولكن الله رحمه هو سبحانه وتعالى مدبر الأمور. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله والله يجعل ربي يرحمهم والله يجعل ربي يا ربي يا كريم الله يرحمهم جميعا الله يسكن فسيح الجنة ويجعل من الشهداء. يا ربي يا كريم شكرا لك سب إله. أنا بعيد من الجامع وخدام عبد واحد القدم صلي صلاة الجنازة ياك. أي صلاة الجنازة دي الغائبة هي دعاء كنصليوها جميل نصليوها مع الجماعة في الوقت كان مع الظهر كان بشكل رسمي اللي نظمته وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بأمر من صاحب الجلالة ولكن اللي فاتوا ممكن يصليها العصر هو جاي كيصلي العصر وبعدها مباشرة من اللي يسلموا دي البقية الصالحات كيقوم كيبقى واقف كيقول الله أكبر التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة وعود الله أكبر يقرأ الصلاة الإبراهيمية ويعود يقول الله أكبر ويدعي مع الأموات دعاء صادقا ثم يقول الله أكبر ويدعي مع عموم المسلمين ثم يسلم عن يميني وعن شمالي يعني فيها أقل من دقيقتين هي دعاء نأديها اللي فاتوا يعود يأديها باش يأخذ الأجر والثواب لأن صلاة الجنازة اللي صلاها عنده قيراط من الحسنات قيراط يعني جبل كجبل أحد ولا صلينا على هاد الناس تقريبا أكثر من 2000 واحد راه عندك 2000 جبل أحد أجر وثواب ما تحرم نفسك لا أنت ولا هما كياخذوا الرحمة والمغفرة وذاك اللي صلى كياخذ الأجر والثواب والله يباهي بين الملائكة أجمعين. حفظك الله سي عبد الإله الله يطول عمرك ويحفظك الله تعالى وكنتمنى إن شاء الله السادة المستمعين اللي تعذر عليه أنه يصلي صلاة الجنازة على الغائب وقت الظهر مع الجماعة ممكن يصليها وراء العصر إذا كانت مع الجماعة أو كان بمفرده له الأجر وله الثواب الحسن والدعاء المأثور كنقولوا اللهم إنهم عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصيهم بيدك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء المأثور
اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما قدرش يحفظه يقول اي دعاء، يقول يا رب ترحمهم، يا رب تغفر لهم، يا رب توسع لهم ضيقة القبور، يا رب تجعلهم عندك مكرمين في جنات النعيم. معنا السي عبد الغني. السلام عليكم السي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك جزيل الشكر على كل المواضيع التي قدمت الحاج. بارك الله فيك أخويا. أخ سعد الغني، الناس تاع اليوسفية أيضا هم من المتضررين. أش وقع عليكم أخويا؟ احكي لنا أش وقع، وأش وقع للناس تمايا، والإحساس ديالهم والمشاعر ديالهم. دوكا باقيين مصدومين من هذيك القضية ديال لا إله إلا الله. أكيد كانت واحد صدمة نفسية. رحم على الموتى، على العائقين، ذاك الموتى اللي توفى الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة. يا ربي، الناس ماتوا في اليوسفية يا خويا. لا، اليوسفية تكرهي واحد. واحد اللي توفى ربما. هادشي اللي سمعت في الأخبار، قالوا هاد المناطق الجبلية اللي توفوا فيها كنتمناو لهم الرحمة لجميع الموتى. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا كريم. والله المحدة سي الحاج قد كان احنا في الباديه. ايه. والناس كانت بقى فيقا، كاين لي ناس، كاين لي بقى فيقا الوليدات صغار، لي كاين لي ناس. ايه اخويا. وحتى ديك اللحظة تالق التلفاز وتالق الراديو، تسمت حتى كيبان لي المنزل كيمشي ويجي. الله الله. يا الله طالني عسى انا فوق واحد السداري، انا حيدي من داوي الاحتياجات الخاصه. الله اخويا، الله يشافيك يا رب. وحده هي الوالده، الوالده نحسد. ايه. طبعا هذا كيبان لي انا المنزل كيمشي ويجي، ما بقيت نعيش حافظ ساكنا والو، ما فكاني حتى صافي داك السداري كيمشي بيا، كيمشي بيا ويجي. هاي بيا داك السقف تاع المنزل حيت على التراب. ايه. أكي تهز في الفوق، أنا قلت كاين شي برد ولا شناهو، ما كاين لا برد لا والو. أييه. حتى نوت الوالدة، الوالدة أنا تترعى مسكينة وخلوها. لا إله إلا الله. فيلا حتى أنا فيلا زلزال، حيت أنا ما عمرنيش حتى زلزال، ولا عمرني لاحظت ولا ما يزيد 40 سنة وأكثر، ما عمرني لاحظت هذا اللحظة. أييه ما شاء الله. و هذاك الأرض كانت تزعزع، صافي كل شيء. كل شيء الناس دوار خلعات وخرجوا. لا إله إلا الله. واحد منظر عجيب وغريب. سي عبد الغني أخوي، أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، أش من إعاقة عندك، حركية ولا بصرية؟ لا لا، كنت كنقرا في ملي كنت في الصغر. أييه. عندي إعاقة على مستوى الصدر وضعيف في الحالة التالية. مثلا البنية ديالك ضعيفة. كنت كنقرا قريت حتى قلت حتى التاسعة القطرية ماني في 98 خرجت أنا. ملي وقع هذا الواقع اخويا، انت عندك هذه الاعاقه وعندك الضعف، واش هربتي خرجتي للبرا ولا استعنتي بشي حد يعاونك؟ لا، جاوا الاخوان تاعي، ولكن ساعات ساعات ديك اللحظه كون كان شي حاجه ما كاينش لي غادي. لا اله الا الله. الوالده ما قدرتش تهزني تهرني لبرا. ما قدرتش تهزك؟ لا اله الا الله. مسكينه تاهي كتعاني معايا منذ سنوات، راه شي 20 سنه وانا طارح فراش. الله اكبر يا ربي يا كريم. يعني بغيت تهرب، ما كاين فين تهرب، يعني انت مسكين عندك العذر. لا كاين فين تهرب، ما كاين الحركه، ما كايناش. لا اله الا الله. انا قادر نحافظ انا، لا عليد لا رجل لا والو. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يشافيك. سنوات وانا كنعاني من هذه الاعاقه، ولكن الحمد لله. الحمد لله. سي عبد الغني، انتم في البادية، في البادية عندكم البهيم تما، البقار والخيول والبغال، واش ما سمعتيش الصوت ديالهم؟ لانهم كيشعروا بان الزلزال يقدم، ما سمعتيش الصوت ديالهم بانهم بداو كيديروا شي اصوات غريبة تحسبا لوقوع الزلزال؟ ولا يلاه اللحظة يلاه ويبني الساقة والناس. لا اله الا الله. حتى كيبين المنزل كيمشي ويجي اشنو هذا الشيء. الدافع السقف ديال القصب. اي اخويا. كيت هز فوق، كنقول انا شي برد، هذا برد قوي، ولكن ما كاين لا برد لا والو. حتى لا حول ولا قوة. حتى عندنا الاتصالات وداك الشيء، تا عندنا واحد الاخ ديالي فين واحد المادية، قلت له عندنا زلزال في اقليم اليوسفية، قال لي اه عندكم تما زلزال؟ قلت له قال لي احنا عندنا هنا فين واحد المادية، قال لي احنا راه هربانين دابا برا.
لا حول ولا قوة الا بالله. هو ضرب في الحوز ولكن الارتداد امتد في المدن المجاوره. هذا كان ارتداد، ولكن اصحاب الحوز لسبعة درجات، والسبعه هي معروفه على سلم ريشتر قويه وقويه جدا. اما اللي صبنا احنا في الدار البيضاء والرباط وما جاور ذلك غير ارتجاجات، غير ارتدادات خفيفه، ومع ذلك افزعتنا، فزعوا الناس وخافوا وخرجوا من ديورهم كذلك. بقى فينا القلعه الان ديك اللحظه لي لا اله الا الله، زلزال واحد دقيقه تقريبا. لا اله الا الله، هذيك 11 و10 دقائق ولا ايام. يلا مسكن بعض الناس، يلا كيطيب نعاسهم، يلا يلا فوقع الذي وقع. نعم يلا الناس وتتك، كاين اللي قدام كاين اللي داير. نعم الناس البادية كاين عاسو كريت ايام، ومسكن دوك اللي توفاو راه كاين اللي ناعس وما مسخ خبار حتى راسو بالقاصو بانه انتقل الى عفو الله ورحمته. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. استاذ عبد الغني، انت راك رجل من ضيوف الرحمن اللي هو مبتلى ودعوته مستجابه، بغيناك واحد الدعوه ديال الرحمه والمغفره لهؤلاء الناس. والله يجعلك في الحاج انت من اهل الجنه لعاد الخير لك العقينا صلى الله دائما. لا. كنت استمع لك انا منذ ولات الاذاعه بارك الله فيك، وانا كنت استمع لها ودائما العقينا كلام طيب ومبارك طيب. بارك الله فيك اخوي، الله يرحم الوالدين. الله يجعل هذوك الموتى من اهل الجنه ان شاء الله يا رب. الى جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي، ونتمنى للمصابين ان شاء الله الشفاء العاجل، ونتمنى صاحب جلاله الشفاء العاجل، ونتمنى له الصحه والعافيه. يا ربي يا كريم باذن الله تعالى. جزاك الله الف خير استاذ عبد الغني، كنشكروك وكنحيوا من خلالك الساكنه ديال اليوسفيه، وكنحيوا كذلك الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هما فيها الظرفيه، اما كتلقى غير مبصر او عنده اعاقه حركيه، ملي جا هذا الفزع كل اللي مسكين ما لقاش اللي ياخذ بيديه، وسلم امره الى الله، ولكن بالدعوات الصالحات ربي غادي يلطف بالجميع. شكرا لك سيدي عبد الغني. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله عليك سيدي كريبان. الله يحفظك مولاي، الله يطول عمرك سيدي. الله يحفظك ويحن عليك، الله يعظم الأجر الموتى كله. إن لله وإنا إليه راجعون. أنا حبستي مكفوف ساكن السطح مكفوف. الله الله. يا سيدي هذيك الزلزال عندي تزاول ديال حدايا كيقول له حولي على الناموسية، قال لي بلا ما نحمر ما ندير لك والو. الله الله الله. وأنا كنقول له هزل هزل، قال لي بلا هزل نوض 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 نوض. لا نوض عليه راه هذا ما مكفوف ما كنشوف شيء. لا اله الا الله. غادي نطلع في الدرج انا نتهرس، قلت له ولدي ما مشي شيء. قال لي انا والله لا مشي تبقيت رحلاك. قلت له انا كنعسو انا وياك. لا اله الا الله. الله يكثر خيرك يا ولدي قيس ليا. لا اله الا الله. سي الحاج. لا اله الا الله. نعم سيدي. الله يجزيك بخير وكثرك الخير، حسين مكفوف دعم ماشي دعوه الخير. يا رحمن يا رحمن اخويا. الله يرحم المرحومين ويجعل الصابرين. يا ربي يا ربي. الله يجعل ربي يحن علينا وعليك وعلى أمة سيدنا محمد. اللهم امين يا رب. انا وحسين مكفوف الدعوة ديالي مقبولة عند الله. اكيد اخويا اكيد. ويشفيهم ويعافيهم. اللهم امين. يا رب. ويشفي الجميع النبي الشافع. يا رحمن يا رحيم مولاي. والناس ديال الفاس عندكم اخويا كيبقاو شوية. صبرهم. بقاو شويه مساكن من حيث الخوف ديالهم، حتى هما يلا كانوا الناس كاين الفاس القديم حتى هما كان شي ديور تما تقليديين وتاريخيين، واش وقع عليهم شي اهتزازات، واش وقع عليهم شي انكسار ولا شي حاجه تشققات؟ الناس ديال الفاس القديم اللي في دابا الحمد لله اللهم لك الحمد، عاصمه علميه هذه. اي نعم سيدي، عاصمه تاريخيه وفي القلب ديال فاس كاين تما بنايات تاريخيه قديمه كتشهد على التاريخ، وكنخافوا لا تصاب حتى هي بتشققات او كذا بجراء هذا الزلزال. ربي يسترها الجميع. الحمد لله، الله يستر الجميع. الله يحفظكم مولاي، كنشكرك سيدي محمد. بارك الله فيك اخويا. واحد الدعوات الخير لله عند عويناتي وليلاتي، الله يعطيك الصحة. واحد المرأة مسكينة عندي كدير معايا التمارة، الله يقبل منها. الله يجازيها الف خير، الله يجازيها الف خير، الله يعاونها ويعاونك على فعل الخير، اللهم تعالى يطرح لك البركه في ذاك الوليد، ويربي يربيه تربيه ايمانيه صادقه حسنه، وتشوف ان شاء الله ما يسرك ويسعدك، الله يرفع المقام ديالك ويحفظك ويحفظ كاع الناس اللي هما يا مضرورين، وخصوصا الناس اللي هما عندهم اعاقات اما حركيه او بصريه. وازاء هذا الموقف الجلل كاين اللي مسكين اللي ما خادوش بيدو ما يعرفين يمشي، ما عرفش وقع، والهول شديد، ولكن رحمة الله أوسع. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع، ويجعل آخر الأحزان فضلا من الله وإكراما وإحسانا. آمين آمين يا ربي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.